المهم السلام عليكم اولا بعدا لان نوقع لكم السلام السلام الله سبحانه وتعالى. اليوم الموضوع وهي المراه اللي مزوجه كتجيب صاحبتها عندها صاحبتها كتقول لك صاحبتي نروح نروح دابا ساعه مشى مجا اجي اجي ربيع داكل اجي تفطر هاك الرغيفه هاك الطغريره مشى مجا شوف هذيك اش كتعمل هذيك شتي في المغرب شنو عملوا شتي شنو عملت شتي هذيك اللي كتقرا معانا غلطت زادت رقاقت الراجل طار وهي باقا ناعسه الحبيبه ديالي الغزيوله المراه المتزوجه الفضيحه يا الكارثه. كنهضر على هذا النوع انا ما كنهضرش على الناس كامله لان يعني باش نهضروا على الناس كامله راه كتكون حماقه باش نكونوا حمق. يلا بارطاج الفيسبوك وفي شيماء شكرا عزيزتي في الفيسبوك وفي التيك توك. تيك توك خصكم هذا يلا هو انا مع الربحه اللي طلع اللايف مزيان تشوف اللايف مزيور راه باش نمشي مع الناس بزاف كنقول سمعه وندورنا عندكم ثم الفيسبوك كنشوف باقي عندك دبلوكيني يا حنان. لا سي منير ما غنبلوكيكش علاش شنو قلتي ما قلتي حتى كلمه العيب على انا ما كنبلوكيش الناس اللي ما كيقولوش العيب ولا كتناقش الموضوع واخا تكريتيكر الموضوع انا ما كيهمنيش ولكن الندم اللي كيسب ويطيح الكلام الخايب هنا لا لا هنا لا عند حنان الروداني لا. عليك هدى اش عندها اجي نتينا هدى اش عندك كنشوفك ماشي هي هذه هذا النهار بلوك يلا باب ايوا سير في شتي مع الدخله لاله هدى مع الدخله مع الخرجه كتجي صعيبه كوكو كوكو شكرا. نعم كاينه في الفيس الناس كاينين عندي في الفيس الحمد لله ماشي نعني قدكم راه يلزقوكم غندور عندهم الروايح كيحمقوا يا ربي خليني نشم غير الروائح راه عندكم مفاجآت غتشوفوا مفاجآت عجيبة غريبة. أجي مريم أختي ديالي الله يرحم بها الوالدين ديالك دفوكم طاتو بداو دخلوا عند حنان يلاه صافي الله يعاونو ويعاونكم لو كنت سوني حنان محشومة أحمد أستيكا شوف شنو عملتي طاطا رجعتي الوردة ايوا الا ما جلستي شي راه زلق يناديك فهمتيني جلس ولا غتبع خواتك نوريك طاطا ونوريك الورده زلق موضوع لا ديبرسيون هذاك التحفيز التحفيز المرأة نهار السبت كيكون الموضوع مواضيع بحال هذه اللي كنحفزوا بهم الناس ويخرجوا من ديك الازمات وداك الشيء رشيده الله يهديك امنيه شكرا انيسه الغزاله صديقتي العزيزه هاي داكو الناس الفيسبوك ما عندكم ما تسالكم ها طلعوا اللايف عملوا جيم طلعوا اللايف وعملوا جيم وبارطاجيو لا غيزبقوكم واقيلا غنضرب الفيسبوك الا بقيتوا لي نتوما هيدا كنت في 300 وهبطتوها 231 غادي ندور هنا لان ندم عليا قدكم سالو دوز ديستي صوتة تحية الناس سبتة سبتة وراكم في القلب وعزازين وغاليين والله إلا لاليمبيا ساكون زلق قسما بالله هاديك شنو خصو موضوعنا اليوم وهي المرأة اللي مزوجة وكتقيل طال وما طال من قبل الصحابات داك الوردة السلام عليكم السلام عليكم صافي صافا بخير من الجزائر مرحبا تحية من كندا حبيبة الغزالة شكرا عزيزتي الله يحفظك تحية الناس ديال كندا الأصدقاء طبيعة الحال والمتابعين ديالي الأوفياء إيوا هادوك اللي كنقول لهم أنا تحية مرحبا بكم مريم توحشتك شحال ما شفتك وها أنا مريم قالت لك العوج ديال الغراب ياك العوج ديال الغراب حتى زليق مزيون ها العوج ديال الغراب وها زليق انا نوريك ومريم جد عمر كضحك حتى هي ويلي ويلي غيخرجوا كاملين بيهم اللي ضحكت تولي هذا شو على زليق حتى هو مزيون يعني الا خليتك هنا غادي تبقى تعملي البلبله هنايا عباد الله ما غتخليهمش يستنطوا الموضوع صافي العوج ديال الغراب انت برا ودابا طلل بواحد العينينه من برا
العجد الغرب هادشي اللي حافطين نتوما قسما بهادشي عيشت انا ملي كنت صغيره كانوا كيقولوها كنسمعوا حتى الغيلو فهادشي كلمه طيبه صدقه واخا غا كذب عليا مصيبه مع هاد الناس قدك العجد الغرب وانت قد على الغرب انت قد على الغرب هو الغرب كيعمل العش ديالو فين يكون انت مشي الدور ما عندك حتى التشابوله فين تعيش انت انسانه والتشابوله فين تعيش ما عندك شي وانت كتضحك على الغرب الغرب احسن منك الا جينا نشوفو المصيبه دابا فاتحين دقمكم مشرحينهم ساكن ماشي بحال هايشمايش انا ما قلتكم لهايشمايش حتى كنتو يا الاواش حتى كنتو هايشمايش ومع من جيتو معايا هنا يا بنتي زعما قلتي العجد الغرب انا غنزولو باقي غادي نزيد نعمل غادي نعمل هادشي كامل هيدا هكا غنطلع بحال داك الشغل بيبي هنا ها وغنطلع وغادي نجلس ولكن ملي غنحل دوك من الناس كامله غادي تجمع وغادي تشوف وغتصنت فهمتيني والغرب قسما بالله الا احسن منك هذا الغرب كيعمل العش ديالو فين يتخبع هو ووليداتو انت كانسانه التشابوله البركه الاخره ما بقى ما عملتيهاش انت كطلع لعند سيادك هنا تبقى تطلل عليهم وتعيبوا سحبكم قتل المعيور عوضوا راسكم واحد شويه راه عيقتوا في هذه المواقع جب راه على قد بعضكم دابا هنا 300 وهنا على 300 ايوا دابا ما عرفتش لا بلوكيت ما تعطيني ما نعطيها ماشي الله يعاوننا ويعاون الله يجيب لها التيسر الله يرحم بها الوالدين دابا عاد مني جوج الحسنات عندي نوض انا نخسرهم على هادي اجي نوريك انا حمقاش لا غير هما زعما صلاح بن بلي ديك الثقافه ديال الحمقى العجد الغراب شرفه هادشي اللي عنده في دوقهم ساكن اجي عطيني الخاصيه ديال بلانك يطلع لي يقول لي الخاصيه بلانك شنو نعمل انا غنزيد نكمل على الخاصيه ديالو اولا شي حاجه في الفيزياء اولا شي حاجه في الكيمياء والله لا عطاها لك هو يعرف بعد الفيزياء والكيمياء والرياضيات يقول لك شي قصه ولا شي قصه ديال الانبياء نستافدوا منها هو طلعنا حاشي البابون دول اخر الهيش مايش طلعي الله يستر هنا غيتنقدوا في عباد الله وانا هنا باش نبقى لكم انا هنا باش نبقى هنا عمل تازي وهادشي اللي كاين ما كاينش شي حاجه اخرى الحمد لله شكرا التعاليق الجميله اذا غادي نبداو الموضوع باش ما نضيعوش الوقت ميرسي بور لي فلور جو فو ريميرسي انفينيمون صراحه ميرسي مهم فاطمه بسو مرحبا لينا ال الريز ديال البلط دائما غتجبرهم البلط والبليطات السيتوينه وما هيدا هما كيتبدلوش الله يستر اذا غادي نبداو الموضوع على بركه الله اتفقنا غادي نعملوا البارطاج ونعملوا جيم بلا ما نقولها ونعاودها باش ما نقطعش الموضوع يلا التحدي دابا باش نشوفوا شكون غيغلب واش الفيسبوك ولا تيك توك غنشوفوا التحدي هو في الحقيقه خصو يغلب تيك توك لان المتابعين كاينين اكثر في تيك توك غنشوف التحدي هنا 285 عندي في تيك توك هنا 268 التحدي بغيت شيماء ميرسي الغزاله غادي نبدا دابا ولكن باغي نشوف التحدي يلا ليتسي وريولي هير وي جو هير وي جو الفيسبوك ماشي غيغلبكم والله الا غيغلبكم من غادي نبدا الموضوع على بركة الله تحية الإسلام اللي هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا قلنا موضوعنا اليوم وهو الزوجة اللي كتكون مزوجة يعني وما كيحللاش النهار إلا وكانت الصديقة ديالها خصها تجي وعن كدعم الأصدقاء كدعم ديك الشلة ديال الأصدقاء وكتجمع عليها واحد بلعد الناس واحد بلعد الصحابات هذه كتصوني هذه قالت والقل والقال والصداع وما نقول لكم شكاين هذا النوع هذا اللي هو هي تزوجت وما عرفتش انها انتقلت من واحد المرحله ودخلت في مرحله اخرى لان الزواج عنده بزاف ديال كاين بزاف ديال العوامل اللي خصنا نحترموهم في الزواج في اطار الزواج والا فلا هذا الزواج غيمشي لنا للروينه شحال من وحده تزوجت وكتقول لك انا قنت تعرف على فاطمه ولطيفه ورقيه
وليلى وحنان وفاطمه وعباسه. هي العشيه خصها تجمع الصالون باش تجلس وتلبس عليها، واذا كان شي ذهيب ولا كان هذا باش تفهم وتبان. الفكر ديالهم ناقص، ما كاين لا كتوبه لا قرايه لا حتى حاجه، لا خدمه لا ردمه. الراجل كيمشي يدمر وهي تبقى في ديك الكوزينه تدز في البراره دات يدعمرو لهم بالسكر ويقرطو في جلود الناس. منين يجي الراجل ما عنده فين يدخل، كيجي الراجل من الخدمه مع الخمسه سته العشيه الدار عامره، التقهقيه والضحك، المراه مساليه ما عندها ما يدار، والراجل كيعمل السرد ويدخل في حالو طريق من البيت ديال النعاس. ايوا جا العايله دابا نسينا هذاك الراجل واش كاري ولا شاري داك الدار باش يبقى يجلس غير في البيت ديال النعاس؟ دابا هادي اللي كتسمعني من هنا خصها تسمع وتفتح ودنا. هذا الراجل هذا اللي كيخرج هو في الصباح باش يخدم عليك، نسينا الغزاله ديالي على زينك، على زينك وعلى كحول عينك. شوف على مصيبه طاح فيها هذا الراجل المسكين. دابا ملي غيجي لي الاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس الجمعه السيد خصو يجوز مجنب، قول السلام عليكم ويجوز هيدا راسو محني باش يمشي للبيت. وفي الاخر تدخل نسينا الكوزينه تسخن له الماكله وديها له حق طيوط، وهذاك ماشي القط. حتى هو خصو يجلس في الصالون ديالو، خصو يشعل التلفزيون وخصو يطلق رجلو. هذاك البيت كيقولوا له دي النعاس، اولا حنايا صافي كاين بعض النساء كيعملوا للرجال كيعملوا لهم بحال قنبه، جلس هفينا زيد هفينا ارجع هفينا، و الى هضر كيتسمى الراجل ماشي مزيان. ايوا هادشي راه ما يمكنش هادشي هذا. لا 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 لا، جات عندي واحده قالت لي اختي الراجل غوت عليا على الصحابه، قلت لها انا غنعمل لك الموضوع وطلعت تفرج. دابا انت كتفرج معايا وغنقول لك الحقيقه هنا امام الملا، انت ماشي على حق، انت ماشي على حق حبيباتي. لا هذا الراجل هذا خصو منك يجي للدار، خصو يجبر الدار، يجبر الدار خاويه. وانت ما عندكش هنايا الجمعيه، اش كتعمل دابا انت في هذه الجماعه اللي قلت لك قبيله اش كتعمل فيهم؟ واش عندك شي حاجه كتعمل اعمال خيريه؟ واش كتجمعوا على قراءه الاحاديث؟ واش كتجمعوا على شي حاجه باش تعملوها؟ كتجمعوا في القلب والقيل والهضره الخاويه وقله الحياه صافي. انت تعاود على راجلك شنو كيعمل لك، واخا كتعاود هادشي اللي كتجمعوا لان انتم في راسكم ما في راسكم والو، شنو ما شكون. والراجل غوت معاك، من عمره ما يغوت معاك. دابا كيهددني ما يخلص ليش الكرة، انا نكون منه الا كان هو كيسمعني ما تخلصلاش الكرة. هادوك اللي مجموعين معاه يجيو يخلصوا لك الكرة، على نسينا الراجل حاشيه في البيت ويخلص لك الكرة، وهذا الظلم هذا. والمهم قرا هذا عباد الله كانت ناس حمق، لا لا ما يخلصلكش الكرة، انا منه نقول له من دابا. نسينا عامله له الشله في الدار، جمع له حاحه لا طلقها له في الدار. السيد كيجي ما كاينش واحد حتى منين يجوز هو من عذره. كاين بعض الرجال راه مكرفسين معاكم، تزوجوا ندموا، ايه والله تزوجوا ندموا حصلوا الحصله ديال العدو. راه عرفتي كاين بعض الرجال مساكن باكين الدم مع هاد النوع بحال هذا، هاد النساء هادو، هادو ماشي النساء هادو. السيده خصها المجامع وخصها الهضره، وعلاش بالصبر كان غير شي موضوع مفيد كيهضروا فيه، كيهضروا غير في الخوى الخاوي. وانا كنقيل بوحدي وانا كذا وانا كذا، ايوا كتقيل ما عندك تمشي تتعلم لغه، ما عندك تمشي تعمل شي اوفيسيو، ما عندك تتحرك تعاون الزوج ديالك، ما عندك الدار تمسحها، ما عندك كوزينه تخمله لان خصها الفندق تخمل. ما فهمتش انا شنو بوحدك؟ على انتينا كيفاش خلقتي بوحدك؟ ياك خلقتي بوحدك علاش كتجمع عليك عباد الله؟ احنا انا اختي شنو نعمل معاه؟ لا ما عندك ما تعمل معاه، راه ما قال لي هددني. لا ما كيهددكش، قال لك الحقيقه، هذا ماشي تهديد. قال لك انا باش نبدا نخلص انا الكره ونجلس في البيت، اذا ما غنخلص بكره غنجمع حوايجي نمشي بحالي. هذا باقي عطاك، هذا باقي شرح لك، مو واحد اخر يشبر حوايجو يزيد تعالو. هذا راه باقي ولد الرضا اهضر معاك، ما جيتيش جبرتي لغه التعالج ديالو كاع ما تجبرهم له، تطلع عنده في المختفون تفتش عليه. يعني كاين بعض النساء اللي كنجيبهم بحال بولاده، يعني بليده كتقول المراه، يعني كيف بعض الحوايج راه واضحين لا داعي حتى تقول لي حالا راه الراجل هددني. هذا ماشي تهديد، السيد يعني كيمشي للخدمه كيجي بالليل راه خصو يجبر فين يرتاح، واخا يكون عنده غير القفز، واخا تكون عنده تابوله، يعجبو يجلس، يعجبو يطلق رجلو، يعجبو يرتاح في الصالون، ماشي من الخدمه للبيت، من البيت للخدمه، من الخدمه للبيت، من الخدمه. هذا ماشي هذا، عملتي له بحال شغل ابليس. كيف بعض النساء راه عرفتوا اش كيعملوا لنا الرجال ولا؟ عرفتوا اش كيعملوا لنا الرجال؟ الرجل عيط، عرفتي الراجل في حبلو لو عامل مسكين، ها هي اللي كيعمل غوا، كتقول له جلس هاوينا كيقول لها واخا الحبيبة ديالي أنا جالسة هنايا، نو نو محمد جيب الفلفل، واخا الحبيبة ديالي أنا غنجيب الفلفل، جلس محمد كيقول لها واخا العزيزة ديالي أنا غنجيب الكيمون، وبحال سيد تغيا، كتقول لها واخا الحبيبة ديالي أنا زايد، عرفتي الرجال كيعملوا له بحال ماندو، هاد النوع هذا كيكون صعيب،
يا لطيف والعياذ بالله. الرجال مساكن كيتضرعون، الله اللي خلقهم مع هاد النساء ما يقدروا يعملوا والو، مغلي كثر هذيك اللي كتولد لهم 6 و7 واخا يجي يطلق ما غتخرجوش شي اكوينتا. كيضرب الحساب كيقول دابا انا غنطلق هاد الفضيحه، هاد الكارثه اللي حصلت انا فيها. انا عندي 7 هنا في اوروبا، خصك تعطي لهم شحال خصهم تعطي لهم، ما كنعرفش شحال كيعطيو لهم، 200 الاورو 1400 وهي اللي كيربح. كيقول دابا المصيوه هادي شحال كيبغى نعمل معاها، عملت له 7 وكتجري عنده، كتجري على 8 وكتجري على الراجل عند الباب. جيب صحابك انت هو داك القشله اللي عندك في الدار، راه كدير الكاردوغي اش غتجيب له تزينه الناس، هو واحد غير داكشي اللي طلقتي له تما، ها اللي كيغوت، ها اللي بالرواحه، ها اللي بالزكام، ها اللي طايح خصو ليكوش، ها اللي حاشاكم طلق داكشي في الحوايج، ها الروائح خارجه الكاريه، ها البيبيرونات، لان داكشي جا شي فوق شي. يا حنا يا اما نعملوا واحد بلعاد العيال حتى ما يبقى لنا فاين، ونعملوا حنا الجماهير في النهار، الدار عامره في النهار، وباللي العيال كيغوتوا، هذا الراجل كيفاش غيعمل باش يعيش معاكم انتوما؟ انتوما خصكم القرطاس باش يهضر معاكم بنادم باش تفهموه. كنقي الفيسبوك، عملوا بارطاج غير نتوما. كنقيهم انا، كنجري عليهم غا خليهم. المهم نهى، نهى شنتو فوق غلط بلوكيتك بالغلط، غادي نحاول نشوف كيفاش نحل لك البلوك، لان ما تبقاوش يجاوبوا بعضكم. نشوف هذا ايمان، ايمان يتاع الزنديقه هذه باب زنقه. يلا عملوا عملوا البارتاج، الله يخليكم نتوما على بال ما نرجع لكم. حنان تينيس اونا بلوما كولغاندو، كولغاندو كولغادا ماشي كولغاندو، اونا بلوما كولغادا ماشي كولغاندو، ميرا انا نسبيخو زعما درت اسبانيو، هادي ماشي كولغادا، هادي هيداك ملصقه، هادي ملاصقه، انا عارفه شنو فوق راسي، كلشي وهذا كتشي كلشي موضه، كنعمل راسي هادو كيتهز كلشي، فهمتيني؟ ونتينا بقى صحح صحح الفيربو، صحح الفيربو، كولغاندو كيفاش كولغاندو؟ تينيس اونا بلوما كولغاندو، كولغادا امور ميو. Vuelve al colegio, por favor. Conjuga los verbos bien. Cuando ya lo tienes todo claro, entonces me escribes en el castellano, si no, a callar. Ver, oír y callar. Lo mejor que podéis hacer. Porque de otro modo, esquivamos. De aquí no va a salir nadie. Así que déjate la pluma y déjate la, el flor y déjate la gorra y déjate las gafas. Déjalo todo. Escucha lo que tienes que escuchar. Si te interesa, si no estás interesada, pues la puerta la tienes abierta. Es que no estás obligada para estar aquí enfrente mío. ¿O me estás mirando? Nadie te obligó. Por lo cual, la obligación cero la tienes. Entonces, ya te puedes salir. Te invito a que salgas. Te invito a que salgas. ¿Me oyes? ¿Lo has entendido? Pues espero que lo entiendas, porque de otra forma, no sé cómo os voy a hablar. Porque hice lo máximo para que entendáis que yo no me importa lo que digáis, que me dejáis en paz. Y yo vengo a hablar del tema. ¿Tienes algo sobre el tema? Habla, di, pregunta. Si no tienes nada, pues andando. La puerta y andando. ¿Queda claro o no te queda claro? Es muy importante. بلوك. المهم كنقي شويش اللايف،
هذا عاود يلا سرد نعاس. قال لك احمد دين دين. يلا 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 نعم حيت الزرق من بعد نعطيو الامثله. المهم هذه واش نعمل لها نزول لها ستيلو باش نمشي بحالها تفهم راسها تمشي بحالها. يلا جو غيره وتلبى الزنقه. والله الا حشومه عليهم الموضوع خدام ولا ماشي مع الناس كتجيو كتبداو تبسلوا علينا هنايا. صافي سيروا اللايفات اخرين راه عرفتوا شحال اللايفات مفتوحين. دابا هكذا علاش لاصقين فيا؟ علاش لاصقين فيا؟ انا كنجري عليكم كنقول لكم سيروا فحالكم. ما فهمتش انا هاد الناس هادو. وهذا العجب كتقول له سير فحالك ولا ساق. سحب لي الباق كاين غير في فرنسا صح حتى في المواقع كاين الباق. سويسرا تكيرو موتشو حنونه غراسياس وابيسيما. والله ما عرفتش دابا عرفتوا دابا تدخلوا دابا دابا هيدا اللايفات محلولين الدنيا عامره بهم سيروا فحالكم من عندهم. يعني علاش جالسين علاش جالسين بغرط الورده علاش جالسين مع البلومه علاش جالسين مع السيده ما عجبكم شي اسيروا في حالاتكم. صافي الباب الباب نمشيو لجهه اخرى فغادي نجلسوا. ما تبقاوش تصدعوا راسكم تصدعونا معاكم. صافي اذا دابا غنزيدو نكملو على الموضوع. حاولنا نبلوكيو القدر المستطاع على بيد من ندخل ندخل صوفيا باش تكمل. حنين شكرا بارك الله فيكم. هنا غادي نزيدو رشيد العمارتي باب زنقه. يلا في البلوك في الفيسبوك يلا جير اوت باب زنقه. نعم اذا غادي فاطمه الزروالي غزاله ميليجا لاف 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 امور 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 كي تكيرو موتشو صحيه الناس ديال ميليجا. اذا غنزيدو نكملو على الموضوع. نتمنوا 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 الناس تفهم راسها. المهم قلنا هاد السيده هذه اللي كنهضروا عليها يعني الاوليه اللي هضرنا عليها وهي كتجمع الشلات النساء وداك الشيء ملي هضر مع الراجل قال له ودي راه هاد الحياه ما يمكنليش نزيد انا هيدا كنخلص انا المصاريف ونخلص ومنين نجي ما عندي فين نجلس البيت النعاس. قالت لي راه كيهدد على اختي هذا ماشي كيهددك هذا هضر معك واحد اخر كاع ما يهضر معك واحد اخر يشبر ويزيد فحالو يجمع حويجاته ويمشي فحالو. الا هو غادي يبقى يخلص لك انتينا الكراوي خلص الضو والماء وتجيب انتينا صحاباتك اللي كتشرب اتاي اللي كتشرب القهوه ها مع شنو ها مع شنو الصداع والعرج والسقاقيه ديالو كادو ما عندهم شي ديارهم. كاين اللي كتجيب قال لك ولاده على انتينا شنو عندك الدار فانتاسما. انا ما عرفتش واش عندك الدار فانتاسما ها اللي طالع في السنسور ها اللي طالع في الدروج ها اللي كيغوت العوال والدرقيل والكوتشيات مع الباب ملي كيجي الراجل قال لك الراجل ما كيجبرش منين يقوس كيبدا ينقص من فوق ديك البوسيت باش يبدا يقوز. ها اللي ما يجيب الهيش ما يجي ولادو كل واحد باش ما يجي كتعمر له الدار وتجلس تما هو مالو تزوج بالمراه ولا تزوج بقبيله. هو واش تزوج على سنه الله بالمراه ولا بالقبيله؟ وهذا عندك السورتي اللي هضر معاك ووجهك وقال لك راه غادي يمشي فحالو. والله العلي العظيم كان شي راجل اخر الا ما غايشبر يسمح فيك ويزيد فحالو. والله ما باقي تعرفوا فين هو واخا تعرف تمشي للمختفل وما غتجبروش فهمتيني. وهذه انا كنقولها لك لان الظلم ما كيصلحش بنادم خصو يعرف القواعد ديال الحياه. نتينا ما بقيتيش دراسك الا كنتي نتينا في الدار ديالكم كتعملوا داك الشيء هذه الدار ديال الراجل نتينا في الدار كتشاركها مع الراجل وماشي معناته انه واجي نقول لك دابا نتينا كاين يجيب داك بلعاد الرجال والعواول وداك الشيء تبغي ما غتبقيش واللي ما تبغيش راسك ما تعملوش لحد اخر. انطلق من هذه القاعده هذه اللي ما تبغيش راسك ما تعملوش لحد اخر. نزيدوا الامثله اخرى. عندنا نوع اخر كتزوج عندها صاحبتها اجي فاطمه تشرب قهوه اجي فاطمه نعملو مريندا اجي فاطمه نمشيو نتسخروا اجي فاطمه نمشيو انا وياك للسوبر ايوا انا اليوم قال لي الراجل ايوا انا اليوم شرى لي الراجل ايوا انا اليوم عمل لي الراجل ايوا انا قال لي الراجل ايوا انا عمل لي الراجل ايوا انا قال لي الراجل. اخرى كتقول لي اختي انا ما عمل لي والو انا غا عطاني بواحد الكاس شيرو عليا البارح فلاس كنخبط كما كنتش سكيبرطو ديك الكاس
كجالي في الراس وكيهرسولي. ايوا كتقول لي اختي انا الراجل معايا بحال عسل، انا الراجل انا الراجل ما كيقدرش يجلس بلا بيا. حيدا هو باقي كيهضروا كيعيط داك الراجل، كتقول لها زماني كيعيط، زمانك الله يزمن لك الحصاير غير بلاتي تشوش غير منولك غير بلاتي. ها هو كيعيط، شنو الحب شنو العزيز فينك اش كتعمل؟ واخا راه كطلع كتقول قول لي هادي راجل هيدا عمل وانا جالسه مع هاد النقزاز غير بلاتي اش كتعمل هي؟ كتبدا تعاود الراجله كتقول له غير تسكت صاحبتي ويلي 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 الراجل كيف كيتعامل معاها فهاد عبد القادر. شكرا عزيزتي. ويلي 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 تحيه لنا السبته السبتاوه دائما يبقاو طوب طوب عند جلست واحده ميلي جا دابا عاد. المهم كتقول له عرفتي الراجل شنو كيعمل لنا؟ ها هو هادي مسكينه مكرفصه معاه راجلها كيبدا يسمع كيقول له مكرفصه ايوا كنعطيك انت الحنان حتى هي ماش نعطيها الحنان. هي عندها الافكار عليه بانه حنين والى ما غير ذلك، وهو عارف بان هي عندها المشاكل مع الرجل ديالها. كان كيجي كيدخل للبيت، دابا ما بقاش كيجي كيدخل للبيت. وعملوا البارطاج باش تصنتوا كيفاش الرجال ديالكم كيبداو يبكيو وتقولوا حق داتنا الراجل. لا ماشي دات لك الراجل انت عطيتيه لها. كيفاش دات لك الراجل؟ لا هي جات دخلت لك كان عندك نظاره وسرقات ولا انت عطيتيها المعلومات على رجلك وعطيتي لراجلك المعلومات على ديك المراه. وبلاتي دابا ملي كيجي الراجل كان كيدخل بحالو للبيت، دابا مابقاش كيدخل للبيت كيجلس معاهم في الصالون. النساء قالت تبارك الله بجوج هو محشي في وسطهم، كتنوض هي تجيب اتاي ولا شي حاجه كيبداو يتغمزوا هي هو صافي. ها هما غيعملوا الكونتاكت في الاخر كتقول لك انا الناس قالوا لي. هويا كيفاش الناس قالوا لك؟ شافوها مع في المطاع فلان فلانيه وانت انا كتجلسهم في الصالون مع بعضهم كتقول له انا اهدي لك صديقتي هذه هي المعنى ديالها حبيبه. شنو كتجلس زعما انت اوروبيه ومتحضره؟ هذاك راه طحال الراس العائله، طحال الراس ما معاش التحضر والتقدم والازدهار، طحال الراس يمشي طحال كل شيء غنزل له البركه حداه ويفجك في وسط وجهك. طحال الراس وإياك وإياك، على طحال الراس كيعرف التقدم والازدهار ولاميتي وكيعرف الصداقه وما كيعرف داكشي ما عنده داكشي غير خليه شي واحد اخر، خليه انطونيلو خليه مارتينيلو خليه فريدريكو خليه ميغيل وخليه مايكل وخليه جاكسون خليه شي واحد اخر. اما هذاك ديالنا هذاك ديالنا صافي قلتي له المعلومات عليها وانت عطيتيها المعلومات عليه صافي. هذيك واخا عندها راجله راه غتمشي معاه وغتهدى انت بالراجل ديالها، غتقول لك وقولها له انا غندي هذا وغتمشي مع الراجل ديالك. ضطفك دطفك خدي وهي الصديقه ديالك هذه ماشي الحبيبه ديالك. في الاخر كانت تبكي ودعوا بها الله عملتنا صنعتنا سحرتنا، كاين لا سحور ولا هم يحزنون. القناعه ديالكم ماشي في المطاع ديالها، الاسرار الزواج ديالكم كتخرجوهم برا، كيستغلوهم الاعداء في الوقت د الشده كيشدوكم منه وكيديو لكم الراجل وكتبقى انت يدك على الهوا صافي. شحال من وحده ماشي وحده ولا جوج، شحال من وحده وقع لها هذا المشكل هذا. ولكن ملي كيجيو يعاودوه من الناس كيقول له صاحبتي سرقت لي الراجل، ماشي كتقول للناس بان انا كنت كنعاود له عليه وهو عاودت له عليها. يعني هي وقعت في الوسط كساعي بارد كتوصل في الرسائل، صورت له داك التصويرات داك المراه وهي صورت لك تصويرات راجلها. وانت اختي انا عندي الراجل كيتعامل معايا قبيح وراجلك مزيون، وانت راجلك انت راجلك راه لي راجلك حسني، علاش غنبقى انا مع راجلي قاسه مع هذاك يشير عليا بالكيسان ويشير عليا بالطباصيل او لا ما نعرف مقزز ولا نرجسي ولا الزمر ولا الريح؟ هذه هي الثقافه، كاين شي حاجه اخرى. فلهذا الزوج ديالك كتخليه بعيد من العلاقات ديالك الاجتماعيه. عندك صداقه الوقت اللي كيكون فيها الراجل ما كتكونش الصداقه، حنا الصداقه في الزنقه. السيد ملي غيجي يدخل الوقت الخدمه ديالو داخل الدار ما يجبر لا فاطمه لا ربيعه لا عائشه، راه هذيك جلي دخل تشبك لبيك راه غادي يوقع لك المشاكل في الاخر وما تبقاوش تشكيو وتبكيو. لان هذا من بين الاخطاء اللي كيستعملوها بعض النساء وهو الاجتماعات والصداقه، وهي ما كاينه لا صداقه لا والو، لان هنا الشيطان خدام. وانتي اصلا دخلتي في الغيبه والنميمه، سينا اصلا ديتي وكتجي في الاخبار كدي له الاخبار ديالو وكترد له الاخبار ديالو. يعني كتهضر على راجلك مع البنت مع الصديقه وكتهضر راجلك على ديك الصديقه، اذا شنو بغيتي دابا؟ شنو؟ هذا ماشي سرق لك، ما سرقت لك والو،
هادي انتي عطيتيه لا كادو، انتي عطيتيه لا كادو. اه ويتزوج بها واخا تقاتل واخا تقول لها اللي بغيتي تقول لها، ما كتهمهاش ما كينبص صدقه، هي اصلا هذيك ما كتلا صديقة لا والو، هذيك راه خائنه. واي امراه نصيحه كنعطيها لهنا، اي امراه كما كان النوع ديال الاسرار الزواج ديالك ما تخرجهم حتى شي واحد، هني راسك اليمك اللي ولدتك وما تقولهم لاش من الاخر، بقى هانيه مع راسك. لان عرفتي علاش النهار اللي غيوقع لك ما وقع، هانتي غتشوف شنو غيوقع لك، داكشي كامل غيرجع ضدك، وانت اللي ما غتصلحش وما غتجبرش هي دي المساعده حتى شي واحد. فلهذا الاسرار الزوج ديالك كتبقى عند الزوج ديالك، الصديقه ديالك هضرت لك على الزوج ديالك يتعامل معاها قبيح، ما تعاودش لراجلك. انت ما عندك علاش تعطي ان الراجل ديالك الاخبار، بحال واحده البارح طلعت من عندي هنايا قالت لي راجل يمشي يطلل على مرات صاحبه في السبيطار ولدت. شنو هاد الخرابق هادو؟ شنو هاد الخرابق هادو؟ راجل يمشي يطلع على مرات صاحبه، وات نو سوري انا ما فهمتش، مشى يطلع على مرات صاحبه. يعني هنا كاين بعض الاشياء الناس ما بقاوش في الاخر نقولوا لا خدعونا خانونا، راه بعض الناس كيخونوا راسهم براسهم، راه كنخونوا راسنا براسنا. لان الانسان اللي ما كيشبرش يتقد الله وما كيعملش واحد العلاقه اللي هي سليمه، لا النهايه ديالها كتكون ما كترضيهش ليه هو ماشي الله. دابا انا نعطيكم مثال في هذا الكلام هذا، انا مثلا غنقوم بواحد العمل ما راضيش الله، الله ما راضيش على داك العمل ياك، الله غاني عليا نعملو ولا ما نعملوش، انا كنعملو. شنو غتكون النهايه ديالي؟ النهايه ديالي النتيجه، وهو المصير ديالي داكشي اللي غيوقع لي ما غيرضينيش انا، يعني غنتعذب فيه انا ماشي الله غيتعذب فيه. الله صافي طلق لي لاشني، لان انا كوم ما مشيتش في طريقه، مشيت في الطريق ديال الهوى ديالي ومشيت في داكشي اللي انا بغيتو وعدلتو لراسي، كيقول لك حياتك هذيك شي مشكل سير. ولكن النتيجه ها انت غتشوفها، النتيجه ما غتكونش غير ما غترضيش الله، اولا ما غترضكش انت، اولا انت اللي غتبقى معذبه فيها. والاغلبيه ديالكم اللي كيوقع لهم هاد المشاكل كيبداو يبكيو، اخدعونا اكذبوا علينا الرجل خرج ود الحرام. لا ماشي الرجل ود الحرام، هنا الرجل انا ما كنقولوش ود الحرام، الرجل هذا الرجل عطيتيه الشباكيه في وسط البنديخه، جبتي له الحليوه حتى لعندو قلتي له هكا حبيبي تفضل، ها هي وعندها المشاكل تحن عليها، هذه هي المعنى ديالها. اذا كيفهمها هو كحال الراس، على كحال الراس كيف غيفهمها؟ نقزز راسو نقزز كامل، كيفاش غيفهمها؟ غيفهمها شي حاله اخرى. صافي في الاخر كيخرج من الدار كيمشي معاها بطيطي، كتعيط كتبدا تزيد تعيط الراجله، شوف شنو عملت مراتك اش ما تعمل لها، هو غيطلقها ويمشي يدبر على راسو. انت اللي غتبقى كدير ديك الساعه كتجري من موراه، شوف شنو عملت لي صاحبتي تخرج من عندها دي وتهضر معايا، عاش الحب والرومانسيه مع راجلك. داكشي اللي قلتيه كنتي كتعاود ولا كيعملوا لك، دابا كيعملوا لها هي، وانت شبر في الترونكود البلوط. دابا سمعتي الحبيبه ديالي؟ مشي سول على الترونكود البلوط، مشي شبر فيه. ايوا الراجل طار وتعلق، ماشي طار حيت هو بغى، حيت انت لا فتحتي له ليش، انت لا عملتي له الطريق، عملتي له الطريق. دابا شبر حبيبتي في الترونكو ديال البلوط، سقسي على الترونكو ديال البلوط شنو هو، ورجع لعند حالا هنا جلس معاها. هذه هي الخلاصه من هذا النوع هذا، لان حنا راه ما كنفهموش بالعربيه ولا ما فهمتي ولا كنعملوا راسنا حماق، ولا حتى ما عندناش الضوابط ديال العلاقات الاسريه ولا الاجتماعيه. بابنا كنحلوها لمن دب وهب، انا يعني شوك، يعني والله العظيم كتشبرني بحال الصدمه، خصوصا بعد منهم كيعيطوا لي كيسقسوني شي سؤال كنبقى نشوف، كنقول يعني واش هاد الناس فين عايشين؟ منين جايين؟ كانوا في شي كوكب اخر ولا هابطين على دابا الكره الارضيه؟ كيفاش؟ واش شبر اختي دابا في الترونكو ديال البلوط؟ الراجل طاح، الله يعاوننا ويعاونك، ودابا مشيت وفتش على واحد اخر، شو كتجبرو؟ فينو؟ فينو؟ صافي مشى، ديك الحنان اللي كان كيعطيك وديك الرومانسيه وداك الشيء وكيعملوا معاها هي. ياك عاودتي لا كيعمل معاك الرومانسيه وكيعمل معاك كذا وكذا وكذا وكيعملوا معاها، لان هذاك هو الدور ديالو، هذاك الممثل اللي كان عندك هذاك هو دوره. الضحيه اللي كيشبرها كيطيح عليها بالرومانسيه حتى كيطيحها في الفخ. كنلقى ديك المراه مسكينه فاتحه دوق مليت لها انا راجلي اواعدي، انا راجلي عرفتي اش كيعمل لي، انا راجلي كيشبر لي راجلي وكيعمل له الماساج، انا اواعدي واخا يكون كيعمل لي داك الشغل كيعطيك زبده في الصباح وزبده في العشيه باش اللي تسمع تهرب. او يم عمرك تقول راجلك كيعطيك على عيله، شو ديك الايموجيست اللي كتعمل لي هنايا، شكون اللي بعد هذه بلاتي بلاتي نشوف بعدا شكون هذيك باهيه على عيله. سمعني نقول لك
الله يسريك، ما كتبان لك التصويره هذه منين قلعات يا ربي السلامه، لا غادي نبلوكيها. ده هي الوزاني، انا نوريها بلاتي. ها هي لا اختي انت ما غتبقاليش هنا والله، هنا لا بقيتي بلوك باب زنقه كيروت. يلا صافي عندي نخرج شي فحال كطيح لي زعما اللايف، عمل لك البلوك بوين فينا. الله يعاوني ويعاونك. شوف الله الصوره بقات كتعطل، حاولوا الله يخليكم. حاولوا الله يعطيكم السر، دعموا البارتاج. معني ما يتسالكم في التيك توك، عليتوا اللايف عليهم 500 الناس، ولكن الله يخليكم حاولوا تعملوا عملوا التكبيس على الشاشه. الله يجازيكم، كبسوا على الشاشه. عالم فادو، شكرا عزيزاتي. مو سي جو تاب سور لا هاد على البانتاج. ميرسي عالم. شكرا لكم شيماء، شكرا الاخوات اللي صيفطوا لي هوب اش، صيفطوا لي الورود، شكرا لؤلؤه، شكرا شيماء، شكرا 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 شكرا. انا بركه غير الحضور ديالكم البارطاج ديالكم هذا بالنسبه لي كفايه والله، شكرا لكم. اذا غنزيدو نكملو. اذا قلنا الانسان ما كيعمل شي حاجه ضوابط خارجه من السنن الكونيه اللي تعطتنا في الكون خصنا نمشيو عليها، فاحنا مشينا في الطريق خلينا الطريق ديال الله، فاحنا النتائج غتكون ما غترضيناش لينا حنايا. على هاد النوع هذا دائما الرجل كيمشي مع الصاحبه وكيزيد في حاله، ولكن كتكون المراه هي اللي عطات له الدخله، لانه هاد الصاحبه هادي ما كانش كيعرفها، هاد الصاحبه هادي ما كان كيعرف لا اسمها ولا اصلها ولا انفصالها ولا مشاكلها ولا حتى حاجه. انت كزوجه قمتي بتعريه الاسرار الزوجيه ديالك ليها وكذلك له هو. اذا صافي تقضت هنا فهمنا. اذا هنا خصنا نقلعوا على هذا الفعل الشنيع ونحاولوا العلاقه ديالنا الزواج مع الراجل ما نعاودوا عليها لا مزيانه ولا خايبه حتى مع شي واحد، لا خواتو الراجل ولا نخواتنا ولا نيمانا حتى شي واحد. كما كان الحال نسكتوا ونستروا، لان اليوم المجتمع رجع مجتمع فيه الفساد بزاف. الناس الله يسر ما بقتش يعني كتعرف شنو خصها تعمل وشنو ما خصهاش تعمل. عندهم هو هذاك، هي اخرى كتكون جوجه كتقول لك انا هذا نفطه ما عندي ما نعمل به، من اللي هذا فيه الحنانه وفيه العطف وفيه هذا نمشي عند هذا، واخا يجوز ربما مع عامين وثلاثين ويطلقها، ولكن هي عاود ما كتفكرش لان ما كاينش التفكير الصحيح. الناس العلاقه ديالهم مبنياش على المعقول، على الصح الصحيح، مبنيه على الخواض وعلى التخربيق وعلى المشاعر الكاذبه الزائفه وعلى الخرايف. هادشي علاش كيبنيو الصح الصحيح قليل في القليل. الناس اللي كتبني حياتها على الصح الصحيح، ادم تطواني ولا طنجة ولا شنو، الله يرضى عليك. صافي جلس ولا الباب، انا غادي نبلوكيك والله يا بني. هنا لقيتي الدور حتى انت مع خواتك، قلت لكم ما تعملوش ديك التصاور، هذوك البيكتشرز هذوك راه كيطيحوا لي اللايف. نعم نزيدو حالة أخرى، نزيدو حالة أخرى. السيدة كتبدا تهضر، صاحبتها طلقت، هادي كتكون مطلقة دابا خرا كانت مزوجة، هيداك ودات للراجل حيت هي حاسبة على المرأة مزوجة ما غاتجيش تدي لها راجلها، غادي لك راجلك واخا مزوجة. أنا نزيد لك واحدة أخرى، مطلقة كطلق كتبدا عليه محمد شنو عمل للراجل، حتى الرجال ما كيحشموا الدار الحرام والطحرم، كتبدا من الود والحرام، طلقها وزاد شبر وزاد
اجي الشريف انت لا شغلك فيه يزيد ولا يجلس على مالك انت القاضي العادل شنو انت هو كيسمع راه الراجل العائله انت ملي كتعطي له واحد القصه هو كيفهمها بالفهم ديالو راه القصه كيشوف تما عنده الفريسه راه الراجل ديب خرج لك راه ديب الراجل راه ديبون ناحيه التفكير ديالو طلق وزاد وما خلى لها والو تعدى عليها وعمل له هي مسكينه درويشه كيقولوا والله الفريسه جبرتها وعد درويشه من الفوق صافي هذه ديالي صافي هذيك مصطفى شوف خي الله غدا الله يرحم والديك الا قدرتي تسخر مع عند القزر ما قدرتش مسكينه تخرج اما جيبها لي ولا دوزو ملانتينا شنو غيعمل هو ويدوز لها الدار للحام الله هو غيعطيها للحام ويدي للحام انا مبرقة ما تفهم ها غيدي لها للحام وغياكل اللحم وانا مبرقة ما تفهم واش هادي نيتك واش نتوما بعقولكم انا بغيت نعرف هاد الناس هادو واش هما بالعقول ديالهم كيفاش يدي الراجل عند القزار يدي لها اللحم اه غتشبر اللحم غتعطيه اللحم فهم المعنى وانا مبرقم ونسيت فهم من تما غيطيح المش غيتوغل المش غيتوغل الله يا بنتي الا باقي تشوفين جهتك اجي الراجل غادي يقصر لك يجيك حتى لواحد جوج الليل ما غتعرفوا فين هما متفقين بجوج بيهم ناعس مع الصديقه ديالك اللي قلتي درويشه كاس معاها في البيت الزوجيه خرج اخر طلقاتو دخلت راجلك جبرت الراجل دغيا هادي ما تعطلاتش هادي ما تعطلاتش هادي دغيا جبرته دخلاته حبيبه ديالي لان شوفوا الانسان اللي كيخرج على الحدود ديالو كيشوف راسو العجائب كتبدا تشوف راجل كيزعط لها كتعيط لها فاطمه شي اختي هاد ولد الحرام هذا كتقول لها شكون كتقول لها هذا ولد الحرام مصطفى كاع ماشي تعطل اليوم عاود هو معاه جالس في الفراش كتقول لها اختي هاد الرجال هادو واش تي ديالي شنو عمل لي كتقول لها ديالك دابا انت علاش انت ديالك كان واحد ولد الحرام صافي دابا هذا يا اختي ما عرفتيش عنده تقلب عاود حتى هو كيتعطل كيتعطل هو جالس حداها هو كيتصنت كتحمل له الصوت كتقول له اسمع اسمع هذيك هي الصديقه انت اللي عندك صديقه علاش الله وصلنا على الغيبه وصلنا على النميمه وصلنا بقى بنادم هاني كيجمع ضخمه يجمع القيمه ديالو ما يقول والو كيبقى هاني صاحبتي طلقات الله يجيب لها التيسر ما نقول لا لراجلي ولا لعمي شي شغلي انا وزيد انا حتى الراجل ديالي ما نقول لا صديقتي فلانه ولا عرفت فانا ولا زرت فانا انا علاش نقول له الاصدقاء ديالي علاش اش من هدف